يا هلا مرحبا فيكم، احنا معاكم مره ثانيه وبرنامج مستر ماسلز. شفت بالحلقات الماضيه مجموعه من التمارين والمعلومات المهمه اللي قالها الكابتن مازن سلكي. طبعا اكيد انا واحد من الناس كمدير البرنامج وايضا كمشاهد للي قاعد يسوي كابتن مازن تعلمت الكثير من الامور الخطا اللي كنت اسويها. اليوم راح نكمل مشوارنا وان شاء الله يا رب نستفيد مع بعض كلنا، انتم مشاهدينا وانا وياكم، في الامور والمعلومات اللي قاعد يقولها الكابتن مازن من خلال تمارين الاكتاف. بعد الفاصل راح نبدا معكم مشوارنا وحلقه جديده والكابتن مازن سركي. استمعونا. متواصلين معاكم مرة ثانية من بعد الفاصل وبرنامج مستر ماسلز مع الكابتن يعطي العافية مازن سركيس، هو اللاعب اليوم معانا اللي بإذن الله بيكون أحد أبطال الكلاسيك علي موسى. مساك الله بالخير علي. يعطيك العافية كابتن، جواك الله. اليوم يمكن راح تكون الحلقة هذه مهمة جدا لأن فيها تمرين لعضلة نوعا ما وايد لاعبين ما يهتمون فيها من جانب الأكتاف اللي هي الخلفية نوعا ما. فشنو أهمية العضلة أول شيء؟ طبعا اكتاف الخلفي هي من العضلات اللي فعلا صعبه انها تطلع، ومو كل الاجهزه تقدر توصل لها يعني ان تحركها وتبرزها نوعا ما. نعم. فالحين عندنا احنا طبعا هذا الجهاز مو متوفر بكل النوادي، هذا مركز فعلا على عضله الكتاف الخلفيه. نقدر نقول يخلي اللاعب لما يتمرن يحس بتركيز الوزن على العضله بالضبط. نعم صحيح. بدون ما يلجا انه يحرك عضلات مسانده. صحيح. نعم. حلو. فيعني نبدي مع الضحيه اليوم في البرنامج علي موسى، يعطيك العافيه. حلو. التكنيك المسكه اليد. نعم. الحين عندك كابتن مازن. ما تشيل هلا، خليك شوي. طبعا اول شيء لازم الواحد يكون يعني اهم شيء ينتبه ان راسه تكون ساند راسه هني، يعني الجبهه نفسها تكون مرتاحه على، لان هني بيكون في ضغط على الرقبه. أيه. هذا الشيء لازم يكون مرتاح الرقبه والجسم طبعا مرخي من هنا، يعني البنش نفسه لازم يكون واصل معي. نعم. هنا صح. وعيوني وخشمي وحلجي يكون بالفتحه. نعم. الموجوده في ناس تحط وجهها بالسيده بالهذا. انا منهم، انا افضل انك الجبهه تكون على هذا اسندها عشان الرقبه تكون مرتاحه. حلو، ممتاز. هذا اول شيء. الحين شال الوزن. شال الوزن. حلو. طبعا اوزان خفيفه الجهاز هذا. نعم. هذا الوزن هذه الاداء يعني الحركه هذه مو محتاجه وزن وايد، لازم يكون اكتافك بهالطريقه هذه. اداء الحركه طبعا نفس ما قلنا كم مره انه يكون في تركيز على اساس انه تكون العضله قاعد تشتغل مضبوط. حلو. في ناس لعبها بطريقه سريعه، هذا الشيء ما يساعد انه يتكبر العضله. الزاويه اللي بشيل فيها. نعم. هل هي الزاويه قاعد اسويها علي ولا في زاويه ثانيه تكون صح؟ هذه هي الزاويه الصحيحه. في ناس يردون كواعهم ورا شويه. ايه؟ تختلف، يصير التركيز على غير مكان. ايه؟ احنا نبي يكون تركيز على الاكتاف الخلفي. حلو. فيكون الكوع بشكل قدام شوي. حلو، ممتاز. ناخذ فاصل، بعد الفاصل ابي بعض الاسرار الخاصه في هذا التمرين، نواصل معاكم ان شاء الله بعد الفاصل. أنا بقول لكم أربع أسباب تمنعني أنا شخصياً من تناول الوجبات السريعة. للأمانة أنا شخصياً ما أكلها بسبب الأربع. أول سبب مستوى اللحوم المستخدمة بالوجبات السريعة. اللحوم تنقسم أربع أنواع، Grade 1, 2, 3 و 4. Grade 1 اللي هي الذبيحة الأصلية، لحم أسترالي، لحم العربي الطلي الأصلي. Grade 2 اللي هو لحم أقل مستوى لكنه يجيبونه من مناطق لا تربى فيها الماشية بصورة سليمة، نفس مثلاً الهند، مو ماكل عدل، يكون الخروف شوية هزيل بس ما في مانع. Grade 3 اللي هو تستخدم فيه اللحم الوجبات السريعة، ذلك يعتبر هو سيء جدا. وGrade 4 اللي هو اللحم الذي يعطى للحيوانات تكرمون. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، استخدام كثرة استخدام الهرمونات والمضادات الحيوية. الأمر الثالث وهو أمر أيضا في غاية الأهمية، كمية الصوديوم العالية جدا في الوجبات السريعة. وأما الأمر الرابع والأخير هو عدد السعرات الحرارية اللي موجودة بالوجبة، الذي قد تصل إلى فوق 1000 سعرة حرارية. فأسوأ عادة غذائية ممكن يسويها الإنسان هو تناول كمية كبيرة من الطعام في آن واحد. الله يعطيكم الصحة والعافية.
نكمل معكم مشوارنا، والكابتن مازن سركيس وعلي موسى وتمرين الاكتاف الخلفي على هذا الجهاز اللي يركز 100% على عضله الاكتاف. في ناس قالوا لي بالنسبه حق الاكتاف تمرينها بالذات ان اليد مو لداخل مثل ما انت قلت، لكن نوعا ما تكون مثل 90 درجه. نعم بالشكل هذا. هل حكي صحيح ولا غلط؟ هو على حسب كل الجهاز، يعني هذا الجهاز انت لما تكون اداءه انك تسوي اكتاف ايدينك بهالطريقه هذه. مثلا الحين انا نايم. نعم. اكون كذي ولا شويه كذي؟ شويه يكونون لورا. يعني مو نفس اللي نقدر نقول الجهاز اللي هو الفراشه. نعم. فراشه نوعا ما يبيك يكون تختلف، لان في بعض الناس يسوون هي على حسب اتجاهك انت وقاعد، اذا كان هذا الجهاز جسمك كله سيده ومرتاح. ايه؟ تركيزك راح يكون بهذه الطريقه. بالجهاز الثاني الرفرفة ظهرك أنت تقدر تتحكم بأدائك بالحركة، يعني ممكن واحد يسوي هالطريقة هذه، ممكن واحد يسوي ينزل كتافه، ممكن واحد يمسك من فوق، هي تختلف على زوايا مالت الكتف الخلفي. أنا كنت أطبق التكنيك الخاص بالفراشة الزاوية على الجهاز هذا، لكن الحين عرفت إنه لا شوية فيها امتناء بسيط. مغلوش. حلو، من الأسرار بتقولها دشي علي. هذا تركيزه 100% على الكتاف الخلفي. حلو. انصح فيه، وايد ناس يحاولون يسوونه بالدامبلز هم وقاعدين، صعب ان تصيده هذه الزاويه. فهذا الجهاز انا يعني من اهم الاجهزه عندي واساسي احطه بكل تمارين الكتاف. فرض ما لقينا الجهاز هذا بالنادي اللي العب فيه، لان ممكن الناس تلعب بالنادي هذا، ممكن تلعب نادي اخر ويكون زين وما في، لكن ما في الجهاز. فهل الجا برايك انت الى الدامبلز ولا الى البار المستوي افضل؟ طبعا اذا في حال ما مو موجود هذا الجهاز افضل انه يصير التركيز على الرفرفه اللي موجود باغلب النوادي، بس طبعا يكون اهم شيء زاويه الحركه تكون شبيهه بهذه. صحيح. ممتاز. كابتن مازن الوقت معنا خلص، لكن في ناس يقولون انا اتمرن واكل صح وانام صح ولكن جسمي ما يكبر. نعم. هل في حل للمشكله هذه برايك شخصي؟ نعم. حل من الحلول ممكن تقولها؟ نعم. اول شيء هي طبعا جينات وتفرق بين اجسام واجسام. حلو. في ناس تكون مو عارفه مثلا قاعد تلعب يومي على طول وما تريح، محتاجه ان جسمها يترتاح. حلو. في ناس تتمرن بطريقه خطا، ما هذا الشيء يعني لازم يكون الواحد عارف الراحه يعني اليوم الاسبوعيه مهمه. انا برايي انه لازم يكون في راحه اسبوعيه. حلو. بعض الاجسام تحتاج اكثر من يوم بالاسبوع، يعني راحة. ممكن يرتاح مثلا اذا عنده مثلا اربع تمارين الخامس يريح. نعم. اربع تمارين الخامس. صحيح. يريح. صحيح. حلو. وبالنسبه لي واحده من الاسرار اللي حاب اقولها، بالنسبه لي اول شيء انه الواحد لازم يشرب ماء وايد. طبعا. ثاني شيء مره في الاسبوع يسوي مساج عشان العضله ترتاح، هذا الشيء يسمح بالاكسجين بمرور بالدم، الدم والاكسجين يضخون بالعضله بشكل صحيح. نعم. اذا تشوفون بعض الناس جسمهم ييبس ما يقدر يكمل التمرينه مع ان الوزن يكون خفيف. يكون خفيف. ايه؟ فانا اللي انصح فيه المساج هذا يساعدك على ان العضله تكبر. نعم. يساعدك انه وتفت شوي من الشده اللي فيها عشان تصير في استمراريه بالتكبير. يعطيك العافيه. الله يعافيك. جواك الله كابتن. شكرا. ما قصرت. كنت عجبك ما قصرت. جواك الله على التعب معنا اليوم. وإن شاء الله رب في حلقات هاي بتكون معانا بإذن الله، وتمرين آخر خاص بعضلات الجسم اللي أكيد الكل وده يتعلم على الأسرار الخاصة بالكابتن مازن سركيس. جواك الله كابتن. شكرا. يعطيك العافية. بنستمر معاكم إن شاء الله باشر وبعده أو بعده في مجموعة كبيرة من التمارين والمدربين في مجال كمال الأجسام والجسم والقوام السليم. تابعونا في الحلقات الجاية. في أمان الله.